نروح مع حضراتكم دلوقتي للذكرى 67 لتأميم قناة السويس اللي بنمر بيها النهاردة. ذكرى تأميم قناة السويس عام 1956 عندما أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بميدان المنشية في اسكندرية قراره بتأميم قناة السويس. النهاردة هو ذكرى استرجاع الحقوق المصرية المسلوبة والسيادة الكاملة على قناة السويس، المرفق الملاحي الأهم واللي كان قبل هذا القرار، قرار التأميم، شبه مملوك للمساهمين البريطانيين والفرنسيين بعد الاحتلال من 1882، حانه لحد دلوقتي عدد السفن اللي مرت من القناة تجاوز المليون سفينة، حمولات تصل ل 31 مليار طن، أرباح تصل ل 144 مليار دولار من عام 56 حتى الآن. كل هذا كان نتاج هذا القرار، وهذا القرار الوطني لاستعادة الحقوق، وهذا القرار الوطني يعني عظم الاستفادة من ثروات مصر علشان نشوف قناة السويس بهذا المشهد اللي احنا بنراه اليوم. دلوقتي معنا على التليفون دكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وبجامعة القاهرة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. تأميم قناة السويس تاريخ مهم جدا وسط تواريخ مصرية وعنوان هام لانتصار الإرادة المصرية في وجه قوى الاستعمار واستعادة جزء غالي وعزيز من الأراضي المصرية. مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. هو في الحقيقة هو يوم تاريخي بالفعل، مش بس في تاريخ مصر لكن في تاريخ العالم العربي وحركات التحرر الوطني في ذلك الوقت. تأميم قناة السويس في الحقيقة كان حلم الحركة الوطنية المصرية منذ الثورة العربية ومنذ ما فقدت مصر آخر أسهم لها في قناة السويس في زمن الخديوي إسماعيل، منذ الحركة الثورة العربية، ثم بعد ذلك محمد فريد، الزعيم محمد فريد والحزب الوطني دعا إلى أهمية قناة السويس ومتى تعود قناة السويس إلى مصر، وأوقف مشروع تمديد امتياز قناة السويس، لأن كان في مشروع إن لما ينتهي الامتياز قناة السويس في 1968 يتمد كمان. ده رد على الناس اللي كانت بتقول إن القناة كده كده هترجع في سنة 68، وبعد كده حتى بعد ثورة 19 كان حلم المصريين كلهم عودة قناة السويس، وانطرحت أفكار ومشاريع لتأميم قناة السويس، وبعض علمائنا في القانون قاموا بعمل رسائل دكتوراه بدعم من حزب الوفد قبيل حتى ثورة 52 من أجل فكرة تأمين قناة السويس. يا دكتور لو تحدثنا عن تاريخ صعوبة هذا القرار في هذا التوقيت، وزي ما دايما بنقول أنه قناة السويس جرى فيها الدم المصري قبل ما يجري فيها مياه البحر. بالضبط، ما يحسب لثورة 23 يوليو وللرئيس جمال عبد الناصر في حقيقة الأمر هو أخذ القرار. يعني زي ما أغنية عبد الحليم حافظ بتقول ضربة معلم، لأن في هذه اللحظة عبد الناصر قدر يحقق حلم المصريين عبر عشرات السنين في عودة قناة السويس مرة أخرى إلى مصر. وشعبية عبد الناصر بالمناسبة ازدادت جدا بعد قرار تأمين قناة السويس. صحيح. وبعد حرب 56 وحتى في العالم العربي تأمين قناة السويس كان له مردود على كل الحركات الوطنية في العالم العربي كله. صحيح يا دكتور، يمكن التأميم في حد ذاته كان قرار يعني صعب، لكن كمان طبعا تشغيل القناة بكفاءة بعد كده كان تحدي كبير. إزاي مصر تغلبت على ده؟ بالضبط، تأميم قناة السويس المشاهدين، الشركة العالمية والمشاهدين الأجانب انسحبوا كنوع من أنواع الضغط. بالضبط، التحدي ورفض هذا. في الحقيقة لازم هنا أشيد بالمرشدين اليونانيين وقفوا ولم يرحلوا واستمروا في العمل، ثم المرشدين من القوات البحرية المصرية، ثم تم تدريب مرشدين مصريين آخرين،
وبالفعل تم عودة العمل في قناة السويس، وأصبحت هيئة قناة السويس بعد ذلك كهيئة مصرية من أهم مؤسسات الدولة المصرية والاقتصاد المصري. يعني انت عارفه حضرتك، كان قبل تأميم قناة السويس المصدر الأول للعملة الصعبة هو القطن المصري، والبورصة حتى كانت هي بورصة القطن المصري، والعجيب ان كان المصدر الثاني هو السينما المصرية من تصدير الأفلام المصرية إلى العالم العربي وإلى العرب في المهجر، لأن ما كانش في بترول، السياحة كانت ضعيفة جدا. فتأميم قناة السويس في الحقيقة أصبح مصدر مهم جدا للعملة الصعبة حتى الآن، ومدخول مهم من مداخيل الاقتصاد المصري. بالتأكيد قناة السويس الشريان الملاحي الأهم والأكبر في العالم. عايزة يعني أشوف مع حضرتك من 56 ل 2023 وتاريخ كبير من العمل في قناة السويس وفي هذا المجال الملاحي الهام. حضرتك إزاي بتشوف التطور اللي حصل على مر التاريخ ومؤخرا وحفر قناة السويس الجديدة وانعكاسات هذا على قناة السويس ومدخلات قناة السويس الاقتصادية والدولارية لمصر وللعالم؟ قناة السويس هي تاريخ مصر، لدرجة أن البعض بيلخص وبيقول أن ممكن تلخيص تاريخ مصر وتتبع أحداثه من خلال قناة السويس. قناة السويس تم تأميمها 56، هنفاجأ بأن العدو والعدو الإسرائيلي بيقوم بحرب 67 ويقفل قناة السويس وتفضل مقفولة إلى أن عاد افتتحها من جديد الرئيس السادات في حوالي عام 1975 في افتتاح كبير جدا للملاحة. ثم بيتم بعد ذلك تطوير قناة السويس حتى تتلائم مع الناقلات العملاقة، لأن الزمن تغير، يعني الزمن والشاحنات وتطور حركة النقل البحري تطورت، فكان لازم تتطور قناة السويس مع هذا الأمر. وبالفعل تم إدخال تحسينات وتعديلات، كان آخرها زي ما حضرتك قلتي التوسعة الكبيرة بإنشاء قناة السويس الجديدة، ثم قدرة الهيئة نفسها هيئة قناة السويس على التعامل مع الأحداث الطارئة. يعني لما بتعلق سفينة في قناة السويس العالم كله اهتز لهذا الحدث الكبير، لأنه ببساطة شديدة أوقف أهم شريان ملاحة في العالم في تلك الفترة. يعني ده أشبه بكده إن حصلت جلطة، لكن هيئة قناة السويس استطاعت سريعا في الحقيقة، ويحسب لها ذلك، تعويم هذه الناقلة وإعادة الحركة مرة أخرى إلى هذا الشريان الهام العالمي واللي البعض بيحاول يجد بديل ليه أو يعمل بديل ليه، لكن هتستمر قناة السويس على الأقل لفترات طويلة. هي أهم شريان للملاحة العالمية حتى الآن. وكمان ما ننساش نقطة اللي عايز أقولها، ما ننساش أن قناة السويس في الحقيقة وإنشاء وحط قناة السويس أدى إلى تطور عمراني كبير. صحيح. يمكن أكبر تطور عمراني شهدته مصر في القرن العشرين هو ما حدث حول شواطئ قناة السويس، إنشاء مدن جديدة مثل بورسعيد، بور فؤاد، الإسماعيلية، الحديث الواعد حتى عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعني حديث واعد للعالم كله أنه يكون موجود في هذه المنطقة. بالضبط. فمنطقة قناة السويس منذ إنشائها وحتى الآن هي منطقة واعدة في الحقيقة في الملاحة وفي الاقتصاد العالمي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.